نظم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين تظاهرة علمية فلكية تحت إشراف مدينة العلوم التي ركزت القبة الفلكية المتنقلة بالمعهد، وقادت أطفال وشباب القصرين إلى عالم الفلكية والكواكب بهدف نشر الثقافة العلمية الفلكية. مدينة العلوم بالاتفاق مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين حاولنا باش نوفروا النشاط هذايا اللي هو تظاهرة فلكية علمية فيها أنشطة مختلفة، فيها علم الفلك، فيها ورشات علمية على الضغط والفراغ، فيها الفلك سيار، وفيها رصد بالتلسكوبات، باش نحاولوا نعطيوا فكرة على الأنشطة نتاع مدينة العلوم في إطار سياسة تقريب المهمة نتاعها والخدمة نتاعها. حاجة مهمة تمثل وتبين حاجة بيان سور جهة القصرين باعتبارها منطقة داخلية لعلوم القرب والثقافة العلمية اللي هي داخلة في استراتيجية مدينة العلوم بتونس. وتضمنت هذه التظاهرة التي تواصلت على مدى يومين ورشات علمية في صناعة نموذج الساعة الشمسية وقياس القطر الظاهري للشمس ومحاضرات علمية حول أطوار القمر، وعاش على وقعها تلاميذة المدارس الابتدائية والثانوية إضافة لطلبة المعهد. تكون فما ورشات علمية باش تكون فما سهرة فلكية لهنا بطبيعة مع التنظيم مع مدينة العلوم وعدة نوادي يستضيفهم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية كما نادي إنكتيوس كما نادي عدة نوادي أخرى. باش نحضر للتظاهرة الفلكية هذه تعلمنا فيها برشا حوايج ومساحة الكواكب ومدة دورانها على الشمس ودورانها حول نفسها. استفدنا برشا من الحصة، ورونا النجوم، معناتها استفدنا برشا حصة باهية. تعلمنا الكواكب وخاصيات الكواكب والنجوم وقلنا المسافات التي تبعد عن الشمس والكواكب ومساحتها. الهدف من النشاط هذا هو تقريب المعرفة والعلوم والتكنولوجيا للعموم داخل ربوع الجمهورية. جينا تنقلنا بعديد الورشات في علم الفلك والفيزياء. وكانت هذه التظاهرة العلمية الفلكية مناسبة للإعلان عن المشروع النموذجي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، مشروع إحداث ثاني فرع لمدينة العلوم والذي سيمتد على مساحة تقدر ب 3000 متر.